الدكتور مولاي بكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطيه يقدم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطيه تقريره النهائي بعد ان قدم تقريره الاولي غداة الانتخابات، او كان هو اول منظمه وطنيه قدمت تقريرها انذاك وقدمت فيه نتائجها الاوليه حول مسار العمليه الانتخابيه في جهه العيون الساقيه الحمراء. اليوم ياتي هذا التقرير بتفاصيل اكبر حول نتائج هذه الانتخابات، حول مسار العمليه بشكل عام بعد ان تم تحليل كل النتائج التي افرزها هذا المسار الانتخابي، بدءا من عمليه تسجيل الناخبين مرورا بالحمله الانتخابيه وصولا الى اعلان النتائج. طبعا هذه النتائج افرزت لنا مشاركه كبيره لساكنه الاقاليم في هذه الجنوبيه في هذه الانتخابات، حيث أنها الأقاليم الجنوبية كانت هي الجهات الأكثر مشاركة على مستوى المواطنين في العملية الانتخابية. أيضا على مستوى الضمانات القانونية، هذه الانتخابات جاءت بربما جديد في هذه الانتخابات وهو نمط الاقتراح الذي كان مثار نقاش بين الهيئات السياسية والفرق السياسيين، ولكنه على مستوى النتائج أفرز تقريبا خارطة سياسية منسجمة وأحزاب ربما التي حظيت بقدرة على تسيير المجالس الجهوية بأغلبية مريحة. أيضا على مستوى الضمانات كانت الفرصة أمام أول مشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في لوائح مستقلة وعلى رؤوس اللوائح. أيضا مشاركة النساء كانت مشاركة هامة في هذه الانتخابات. وفي الأخير المتضرر كان من هذه العملية الانتخابية هم الشباب، بالنظر إلى ظهور نمط جديد ما يسمى بالعائلة الديمقراطية ونمط التوريث السياسي، والذي كان مثار انتقاد من الشباب والذي لم يتح فرصة لانخراط كبير للشباب في العملية الانتخابية على مستوى النتائج، ليس على مستوى المشاركة. المشاركة كانت كبيرة ولكن على مستوى النتائج للأسف لم نكن المجالس بالتوقعات التي كنا نتوقعها من هذه الانتخابات والرهانات عليها. الانتخابات بجهة العيون الساقية الحمراء أيضا الخصوصية التي تميزها هي على مستوى الوضع القائم في الأقاليم الجنوبية والإشاعات الكثيرة التي تصار حول أنه عدم مشاركة، عدم اهتمام من المواطنين، في حين عكست النتائج عكس ذلك، حيث أن أكبر نسب المشاركة كانت في جهة العيون الساقية الحمراء بأزيد من 68% من جهة المغرب. بالتالي هذه المشاركة تعكس انخراط حقيقي لساكنة الأقاليم الجنوبية في المسار الديمقراطي التي تعرفه المملكة، في البناء الديمقراطي، ثقة في المؤسسات، ثقة في العملية الانتخابية، وبالتالي ثقة في هؤلاء المرشحين الذين أفرزتهم الصناديق الاقتراع ويعتبرون ممثلين حقيقيين وشرعيين لساكنة هذه الأقاليم في المحافل الوطنية وأيضا في المحافل الدولية. طبعا من بين الملاحظات على هذه الانتخابات ايضا دائما استمرار ذوي النفوذ المالي والنفوذ القبلي، والذي كان مسار نقاش داخل النخبه الشابه وعلى مسار تداول النخب على مستوى يعني النقاش حول وجوه جديده وكفاءات تلج الى يعني العمل البرلماني او تلج الى العمل في الهيئات الجماعيه والهيئات الترابيه. ولكن للاسف لاحظنا دائما كما أشرت سلفا هو ظهور مفهوم العائلة الديمقراطية، حيث أن العديد من ذوي النفوذ المالي وظفوا أبنائهم داخل اللوائح الخاصة بالنساء، اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، والتي كنا نطمح أنها تأتي بشباب أو شابات يعني من كفاءات محلية، ولكن ظهور العائلة الديمقراطية كنمط في التوريث السياسي أثر على هذا الاستحقاق، وأثر حتى على نمط الكوطة الذي خصص في إطار تكافؤ الفرص، حيث أنه تم الإخلال بتكافؤ الفرص للكفاءات النسائية وكفاءات الشاب للأسف. هو النقاش داخل كل استحقاق انتخابي تعرفه الأقاليم الجنوبية هو على مستوى حجم المشاركة ديال الساكنة ودعوات المقاطعة التي تكون من جهات مثلا معادية للمغرب وجهات أيضا من داخل المغرب، جهات عندها توجهات انفصالية أو توجهات لمقاطعات الانتخابات بشكل عام، ولكن النتائج دائما تعكس غير ذلك. وكما أشرت هناك ثقة وانخراط حقيقي للساكنة، ليس بدوافع مثلا المال أو دوافع النزوع القبلي كما كان استحقاقات سابقة. هذه المرة استحقاقات كان فيها الرهان كبير على نمط الاقتراع اللائحي الذي ربما شكل أملا لدى الشباب ولدى النساء في أنهم يلجون إلى التسيير
الشأن العام، وبالتالي كان خيارات حقيقي للساكنة وإجابة واضحة على أن ساكنة التقاليم الجنوبية منخرطة في المسار الوحدوي للمملكة بما يوازي العمل الدبلوماسي في تحقيق وترسيخ هذا المسار، وأيضا يوازي العمل على مستوى مجلس الأمن وعلى مستوى الهيئات الأممية، هناك أيضا على مستوى تمتين الوحدة الداخلية من خلال عمل المؤسسات والخيارات الساكنة في المسار التنموي للأقاليم الجنوبية.